ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على توقعات يوم 20 اغسطس لعام 2022. يوم 20 هيكون القمر موجود ببرج الجوزاء الهوائي، وهنا هيكون في يوم مختلف جدا جدا بسبب المريخ ان هو هيكون انتقل لبرج الجوزاء. برج الجوزاء انت هتحس بقيمه اليوم ده قوي قوي قوي. يوم هيكون من اسعد ايامك خلال عارف ال 20 يوم او ال 19 يوم الاولانيين كده. اليوم ده بالنسبة لك أسعد يوم من الأيام اللي فاتت دي كلها، تمام؟ يوم هتبقى قادر كتير فيه على تحقيق هدف، قادر فيه على انتصار بشكل كتير قوي. بالنسبة لك الأبراج الهوائية والأبراج النارية كمان هيبقوا محظوظين كتير. خلينا نتكلم على توقعات كل برج على حدة عشان نقدر إن إحنا يعني الوقت نقدر نستغله. نبدأ ببرج الحمل. برج الحمل عندنا يوم كتير هيبقى متألق، هيبقى يوم كتير فيه دعم فكري، يعني كتير أفكارك متزنة، قادر كتير على إنك تصل إلى نجاح، قادر كتير على إنك تتميز، إنك تتفوق، قادر عندك إرادة حلوة جدا جدا، إرادة صلبة متميزة، عندك تواصل حلو، متواصل فكريا مع الآخرين، متواصل مع الآخرين عامة كعلاقات طيبة، عندك علاقات طيبة يعني في زيارات واتصالات وتواصلات، وده هيبقى شكل كتير جيد. بالنسبة لك ممكن يكون في مناسبة سعيدة أو مناسبة اجتماعية بتحضرها، فبالنسبة لك يوم هيكون كتير لطيف. ده بالنسبة لي برج الحمل. أما بالنسبة لي برج الثور، برج الثور هيكون عندك يوم مليء بالمصاريف، احتياجات مالية ممكن تكون متواجدة عندك كتير، بتخلص إجراءات مالية، تعاملات مالية، إجراءات بنكية إلخ في ده جدا. ممكن كمان يكون في حاجة متعلقة بشأن قانوني أو قضائي يخص مال أو ممتلكات، فده شكل اليوم. في مناقشات مالية، مناقشات على ممتلكات، ففي الجو ده يعني الجو ده متواجد كتير بالنسبه لك يا برج الثور. برج الثور كمان بالنسبه لك انت عندك يوم هيكون كتير في نظر لمالك، ممكن تكون عندك مساءله ماليه، خلي بالك كتير من اي تلاعب في الامور الماليه. برج الجوزاء، برج الجوزاء احنا عندنا يوم ما شاء الله رائع جدا جدا جدا، فعليا هتحس فيه بتغيير مهيب. يعني اولا انت عندك القدره على التعويض، قدره على المكسب، قدره على انك تتميز، عندك طاقه حلوه قوي قوي كانك بتفتح قلبك للحياه، عندك القدره على تصحيح الاخطاء، عندك تصحيح وجهه نظر سلبيه متاخده عنك، بدء مشروع او بدء انطلاقه معينه. البدء الانطلاقه دي هتسبب لك ايجابيه نفسيه رائعه جدا، وتسبب لك انك تقدر على اعدائك بمعنى اصح، وتقدر على الاشخاص اللي بيكيدوا لك. فإذا هو يوم هيكون مناسب كتير لأخذ خطوات وإنك تتميز وإنك تتفوق على نفسك وعلى الآخرين. برج السرطان، خلي بالك اليوم بالنسبة لك هيكون مليء بالطاقة المعادية، خلي بالك من التسرع بالكلام والتسرع بالسلبية، خلي بالك من التسرع في الفهم الخاطئ، انك تفهم اللي قدامك بشكل غلط، او ان انت تكون سبب في ان اللي قدامك يفهمك بشكل غلط. خلي بالكم كتير من ان انت تصنع العداءات سواء بقول او فعل، خلي بالك كتير لان القمر بالمنزل ال 12 وعطارد راح المنزل ال 12 منزل الاعداء، فخلي بالك كتير من انك تصنع عداءات وانك تحول علاقة حب او علاقة طيبة الى علاقة عدائية. خلي بالكم كتير يوم ابعدوا عن المشاكسة والتحديات والمنافسات. برج الاسد، برج الاسد اليوم مليء بالطاقة، عندك طاقة حلوة جدا جدا، عندك كتير دعم علاقات، عندك كتير تعامل مع الاصدقاء وتقارب مع الاخرين، عندك حالة ود جيدة جدا جدا ما بينك وما بين الاخرين، دعم هايل، اشخاص بيدعموك، يعني عندك اشخاص بيدعموك سواء بدعم في امور مهنية أو دعم بأمور في دعم في الأمور الحياتية بالنسبة لك حلو جدا جدا يا برج الأسد. توازن مع الأصدقاء، ممكن تكون بتقضي يوم حلو مع الأصدقاء أو أحد المقربين لك، يعني هتحس كتير جو كده حلو، لذاذة نفسية كده، ففي شعور جيد بالنسبة لك هتشعر بيه خلال اليوم ده بالنسبة لي برج الأسد. واستغل اليوم لان عندك طاقه حلوه، فلازم انك تستغل اليوم استغلال قوي، لان عندك اليوم ده واليوم يوم 21 كمان لطاف كتير، لكن بعد كده هنقول هنأجز لان هيبقى في ضغوط. برج العذراء، برج العذراء ارجو منك ان انت تحاول تبتعد عن الطاقات العدائيه او القرارات العدائيه، يعني حاول كتير انك تتجنب القرارات السريعه، تتجنب القرارات اللي ممكن توقعك في مشاكل مع الاخرين او توقعك في جدل مع الاخرين، حاول كتير تكون عندك مسايسه كده، انك تكون شخص دبلوماسي، ما تتسرعش بقرار الا لما يكون عندك اشخاص بجانبك مقربين لك.
اشخاص مسؤولين قانونيين فاهمين في الامر اللي انت بتقرر بيه قرار الخ يعني. فلازم تكون عندك حرص شديد جدا جدا على قراراتك وافعالك وما تتسرعش. كمان التسرع بالقياده، التسرع في الحركه ده امر هيبقى بالنسبه لك سلبي جدا. البيع والشراء امر لازم تتجنبه خلال اليوم ده، الا لو عندك شخص هيكون فاهم معاك، يعني حد كده جنبك كده فاهم فيه كل الامور اللي ليها علاقه بالبيع والشراء والجو ده والبنود والحاجات اللي زي كده. خلي بالكم كتير ما تتسرعوش، التسرع بالنسبه لكم هيبقى امر سلبي، وخلي بالك عشان في اشخاص بيتلاعبوا. تمام. اما بالنسبه لي برج الميزان، يوم لطيف جدا جدا جدا، تتجدد من حيث الطاقه بالنسبه لك. بالنسبه لك هيكون عندك كتير طاقه حلوه، حظ افضل، طاقه المريخ طبعا. وكمان القمر هيكون موقعه ببرج الجوزاء، ده بيساعدك كتير في ان انت يبقى عندك حظ افضل، عندك كتير من الناس اللي هتقف معاك والناس اللي هتدعمك، وهيبقى عندك احساس حلو قوي قوي قوي، شعور جيد، هتحس ان انت مبسوط اكتر، ان انت متالق اكتر، هتحس ان انت قادر على كيد اعدائك بشكل متزايد. بالنسبه لك هيكون عندك كتير روحانيه، احساسك عالي قوي تجاه الاشياء، احلامك هتبقى قد ايه رائعه او ليها علاقه بدلاله او اشاره مهمه كتير في حياتك. بالنسبه لك يا برج الميزان انت قادر على تحقيق ايجابيات متميزه، قادر كتير على انك انت تتفوق على نفسك جدا جدا يا برج الميزان. طيب اذا ده شكل اليوم مليء بالروحانيه والاحساس العالي وحظ افضل كتير، وكمان انت عندك ثقه في النفس متزايده، طاقه حلوه قوي، يجب استغلال اليوم ده. لو ما استغلتش اليوم ده للاسف هتتضايق، يعني يوم مليء بالطاقه والدعم والحب والحياه الحلوه كتير، وقادر كتير على كيد اعدائك، ودي حاجه انت بتحبها جدا، بس حصن نفسك بس، اهم حاجه احنا محتاجين تحصين. يعني بصوا بقى لحد اخر الشهر كده انت محتاج تحصن نفسك، مش يوم 20 بس. برج العقرب، برج العقرب انت عندك يوم هيكون مليء بالطاقه الجيده، عندك طاقه حلوه، طاقه حركه مهنيه، يعني عندك كتير من الحركة المهنية والمساعي المهنية المتألقة، عندك كتير انك عايز تثبت نفسك في العمل، عندك كتير شغل مطلوب منك بزيادة، بس انت قادر عليه، يعني انت قادر على انك تكون متميز مهنيا، على انك تتألق مهنيا، على انك انت تثبت نفسك من الناحية المهنية. فده بالنسبة لي برج العقرب نقطة كتير متميزة وقوية جدا جدا هتقابلها في الامور المهنية، ان انت عندك طاقة مهنية وقادر على انك تتميز، وعندك اشخاص بيساعدوك كتير. يعني برج القوس، برج القوس بالنسبة لك انت عندك يوم هيكون فيه اشخاص داعمين لك، عروض هتأتي لك، هيبقى عندك لو انت في شراكة مهنية ما بينك وما بين حد، هيبقى الشراكة دي بتساعدك كتير، هيبقى حد بيحاول ينصحك يقرب منك، هيبقى في وقت حلو بتقضيه مع اصدقائك، هيبقى بالنسبة لك كمان عندك قوة عاطفية حلوة كتير، وقت حلو بتقضيه مع الحبيب، وقت حلو بتقضيه مع الاهل، في صحبة، في اهتمامات عائلية، تجمعات عائلية، مناسبات سعيدة، في تألق هايل جدا، اتصال وتواصلات متميزة موجودة معاك يا برج القوس. فإذا الوقت والوضع جيد جدا جدا بالنسبة لك يا برج القوس، فده بالنسبة لشخص القوس. اما برج الجدي، برج الجدي بالنسبه لك اليوم انت محتاج كتير فيه انك ما تتسرعش باي حاجه متعلقه بانها ممكن تجيب لنا حوادث، زي القياده السريعه، او زي ان احنا نكون متسرعين في ان احنا ادوات حاده والجو ده، لازم اخلي بالي كويس جدا جدا يا برج الجدي ان انا اتجنب اي تعامل متعلق بان انا ممكن يحصل لي حوادث حتى لو بسيطه كده. عارف اليوم اللي بيبقى متعقرب كده وتقعد تتخبط فيه وتقعد تتخدش فيه ومش عارفه ايه، خلي بالك من الحاجات دي عشان هي موجوده خلال اليوم، لان عندك تسرع كده. ده جزئيه، الجزئيه الثانيه لو انت بتعاني من مشكله صحيه، ارجو منك انك ما تجيش على نفسك وما تزيدش على نفسك، ما تتقلش على نفسك بزياده. ده بالنسبه لي برج الجدي. اما برج الدلو، برج الدلو احنا عندنا يوم هيبقى رائع كتير، طبعا القمر بالمنزل الخامس، وعندك كمان المريخ بالمنزل الخامس. على فكره هيكون عندكم كتير شعور بالاهتمام بالاولاد، سواء كان في اولاد او مهتمين كتير ان في مواليد، عندكم اهتمام مهتمين كتير باحد اطراف عائليه، سواء الاب والام الاخوات، ان يحصل في تجدد في العلاقه او ترابط اكثر، يحصل في اهتمامات عائليه، في جو حلو، يعني في صحبه حلوه، في اهل حلوين، في تجمعات حلوه، شعور جيد، في شعور حلو. اليوم بيناسبك جدا لو انت عايز تبتدي بداية مهنية، انك تتقدم وتتألق، ان انت تبتدي مشروع، اي بداية بالنسبة لك هتكون امرها رائع جدا ومتميز جدا جدا جدا. برج الحوت، برج الحوت هتبقى عندك اكثر مساعيك ناحية الاستقرار واستكمال خطوة بدء، يعني بدأت مشروع، بدأت فكرة، بدأت امر ما، هتبقى عايز انك تستكمل هذا الامر. بالنسبه لك هل اليوم ده حلو؟ اليوم حلو في ان انت تتخذ حركه ونشاط والجو ده كله، بس
ما تجازفش، يعني حلو انك تكمل، بس التكميل لشيء انت عارف خطواته، دارس اموره، لكن المجازفه هتبقى امرها خطير، هيبقى تقيل عليك وصعب. اليوم 22 هيبقى افضل بالنسبه لك، يعني انت لو عايز تنطلق حقيقيا استنى اليوم 22، لو انت عايز تجازف يبقى استنى اليوم 22. ده بالنسبه لبرج الحوت، وده بالنسبه لي توقعات كل الابراج خلال يوم 20. بتمنى لكم يوم سعيد، يوم لطيف عليكم كلكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.